في إطار محاربة الجريمة بكل أشكالها، قامت مصالح بالأمن الحضاري السادس بتفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال استيراد تخزين ونقل وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية. وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة عن نشاط هذه الشبكة، أين بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص تم وضع كمين محكم لضبط أفراد الشبكة، أين تم ضبطهم على عدة مراحل، وحجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر ب 13600 قرص مهلوس بريغابالين 300 ملي غرام، وكذا كمية من المؤثرات العقلية الصلبة إكستازي وكيف معالج. عائدات إجرامية تقدر بأكثر من 323 مليون سنتيم، وحجز المركبة المستعملة في ذلك.